السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيمس لايف بلوج. اللي هو هذه هي ستاندر، هي هذه الماكينة كتحكي يعني بالكارت الحرش، وكتحكي دابا لا تيراس. يعني عارفين نتوما هنا في كندا كلش كيحك يعني لا تيراس، كله كيكون خشب، يعني الديور ماشي في المدن الكبرى، يعني الاخرين كيكونوا كلهم خشب. وهذه دابا جبناها باش نحكوا هاد الارضيه اللي كتشوفوا، وهذه هي الطريقه ديال التركيب ديالها. لان هذاك الابيض كما كتشاهدوا هنايا، هذا الابيض البوليستير كيكون لتحت ديال البوليستير، وهذا هو الكارت الحرش كما كتشاهدوا. هذا يعني كدير البوليستير ديال لتحت، هو اللي كيكون عازل ما بين لا ماشين وما بين الكارت الحرش، يعني باش ما سميتو تلصق كما كتحيد اللاصق على الكاغيط. باش كيساعدك كتلصق النت من فوق الأرضية. عمرني خدمت هذا الخدمه هذه، ولكن الحمد لله ملي كتجي لهنا يعني خصك دير اي حاجه، وخصك تبريكولي، وخصك دير يعني ما كتلقاش شي حاجه بالسهل بهذا المعنى هذا هنا في هذه البلاد. يعني خصك كل شيء، ولا بغيت تجيب واحد يدير لك هذا الشيء مثلا كيخصك ما هي وما لونها، يعني تخصك واحد 1000 دولار ولا يعني بي 2000 دولار، يعني كتكون غاليه الزره ماشي. وحنا عارفين راكم مغاربة الحمد لله، فين ما مشاو كي كيدورو بلاصتهم، ومغربي وافتخر يعني انسان يعني بطريقة سهلة كتحيد اللاصق، كتلصقو، كتحاصر مزيان بأنه شاد بلاصتو مزيان، كتشد الأخرى. السكوان تناضي السلام عليكم.